المرة سالت اخر فلوق داقس في واحد السفر، سفر طويل مشيت فيه بزاف د البلايص، عشت بزاف د الاحاسيس، شفت بزاف د الحوايج جداد، وهذا الشي كان بطبيعة الحال كنصورو. ايوا فجيت نجمع داكشي صور لقيت تقريبا شي ساعة، وفلوق تكون فيه ساعة، وبغيت نحطو ساعة هداك قررت انا نقسمو على اجزاء، فوق ما نساش جزء في المونتاج انا حطو في يوتيوب وغتفرجو فيه. المهم فلوق فيه بزاف د الحوايج خاصكم تفرجوا فيه، تفرجوا في الاجزاء اللي غايجيو. واو باش ديك الساعه نتلاقاو شي حاجه جديده ان شاء الله. يلا تفرجوا ممتعه. واو صباح الخير وبداية الفلوق من الغرفة الملكية المروانة. صباح الخير قريب الخمسة. المهم يلا فقتنا من الفلوق ديال الكري باقي هذاك الشيء بحال الحلمة اصلا غير كنحلم في الفلوق ديال يوتيوب غير كتفرجوا فيها كتحلم وصافي. المهم دابا حنا غادي نشدو الطريق غنصورو فين غنمشي شنو غنصور شنو غنلقى. واو حنا غادي نمشي وصافي يلا تهلاو الا مشيت تهلاو حنا يلا بادين راه باقي طافي والله يا خوت ما تديوش عليا نمشيو كاملين تبعوني انا غادي تبعوني. صرا قدرنا ننسى التليفون كي ما ننساش الشارجور، الشارجور هو كلشي. غير ننسى التليفون ماشي مشكله ما الشارجور نسيتي راه عرفتي هاد الجنوبه ديال الشعر مرمر ضايلني كاع بغيت نحسن المساعده باش جايه ناقصه تحسن الجناب وعطي الشعر طويل واش والله ما عرفتش دابا حاير واش نكبرو كام بعدا راه شي نهار غنضرب شي تبصيله شي فلوغ يكون كنبصل فيه. فيا خوت عارف ما كتشوفو حتى شي لعبه ولكن تبغي واحد الحاجه غدوي نتسنى هنا عرفت فين وصلت. المهم يضوطني واحد البول لكن واحد الحاجه غدوي مزيان هانتوما غادي تشوفوه. المهم هاد البوصه فين وصلت ما كاينش الريزو ودابا المهم فلوقيتش كنت ضربت واحد النعسه وواحد التدويشه المهم حيت يومين ما نعستش ودابا هاد الليله ان شاء الله غادي نمونطي الفلوق ديال شفتوه انه البرق يا سيدي سبحان الله سبح الرعد وبحمد الله ملكتهم خفاته. اليوم غادي نمونطي هذا نمونطي الفلوق ديال العنب. دابا نتوما راكم شفتو الفلوق لكن باقي ما مونطيتوش خاصني نحطو غدا احنا المهم مضوين شويه غدا ان شاء الله في الصباح غادي نوريكم شي حوشي لعبات هنا واخا خاصكم معايا شي واحد ولكن بعدا نوريكم شي شويه واخا المهم شوفوا كيفاش نديرو استنى دابا تشوفوا البرق قبل كان كيضرب بزاف ها هو ووو اش دابا كنشد مثلا بهاد البلاصه كيضرب الرعد في هاد البلاصه كنجي نشد هاد البلاصه كيعاود يضرب في هاد البلاصه كنشد هاد البلايص بجوج كيضرب هنا المهم غيحمقني الله يخلف وجع شي بركه صافي الصباح ان شاء الله ونتباشروا انا غنمشي دابا نمونطي فيديو متفكرش شنو مضي ولا لا هذا كيدل على اني خاصني نتعاود نتوضا. المهم مش نعاود نتوضا وخاصني نصليو صباح الخير الخوت مويا اجواء طبيعيه بعدا نقدروا فلوق عرفتي هنا في هذا البلاصه ما كاينش الريز راني منعزل على الطبيعه الصوريه اي حاجه ما كايناش دابا نطلع لواحد البلاصه راه ياكلها حدا السكه ما كيدوز الدران تما كيشد شويه هذا الريزو وهاد الكونيكسيون عندي ما عرفتش تحط واحد الفيديو في اليوتيوب ولا لا حيت راني كملت المونتاج ديال الفلوق ديال العنب ديال لاكري دابا غنمشي نشوف ويكا يا ربي بغيت تحط يا ربي بغيت تحط وانا غنطلع ام الدجاج وصافي. اخوت غادي نسكا في وسط هاد الطريق جايه وسط الارض هاد الارض ديال جد الوالده اللي هو بوين جداتي اللي ولدي ان شاء الله غيكون كيجي جد جداتو راه هما كالخوت العيال المعيز والغنم كيرعاو بوحدهم ما كاينش اللي اديهم الامن والامان والسلام وداك الشيء هايك السكه راني غادي لها خلاص راه اللي كيشوف بوستات انستغرام طلع لهم هذا الشيء في راسهم انا ما كنظن هنا كانت مزروعه شي حاجه ولا كانت مزروعه شي حاجه واحده اخرى انا كنزرع هنا فول يمكن ولا ما عرفتش والله ما عرفت صراحه ما كنفهمش هادشي بزاف ولكن مازال نفهمو ان شاء الله. ايوا نشوفو واش شد الريز ولا لا اخو جيت بالصدفه الدرن قريب يدوز باقي هذيك الجرس ديالو ما بان شويه كان عند الفطره كان عند الدرن جاي على بعد 16000 كيلومتر
ما يمكنش تسمع الصوت ديالو، ولكن هو دابا واحد الشويه بدا تصوني واحد اللعيبه ديك اللي كتتحد. دابا دايز واحد الطريق فوق فوق مع السكه كتجي تصوني واحد اللعيبه باش تحضر الناس صافي ما يدوز شي واحد. هانتوما دابا تسمعوه باش تعرفوا عندي الحق. انا كنتسناها. المهم هو اشجار الزيتون هنا كيكون النبق. بلا تشوفوني كنلقط النبق وبزاف د الحوايج. ها سمعتوها؟ هايك هايك المهم هاي لا هاك هايك راح نتسناو التران يدوز. دبانه في الكاميرا هاو عشرة يبان لكم التران جاي. اوه وفين التران يا بخير عز ها انت ما هادي ديكاس من عند السيبور ديال التران تراك السلامة. الدبان واقفين في الكاميرا بنت العبد. عضني عارف الدبان. اش اخوت هو الشيفور ديال التران كلاكسون علينا الله يلا صب الدبان الدبان كنحمش الدبان. المهم الخوت ما كاين لا كونيكسيون لا بيكالا يعني الفلوغ اللي خاصه تحط اليوم ما غايتحطش اليوم وما عرفتش. دابا راه بغيت نبقى غادي بالوسيله ديال فيديو في السيمانه ولكن الظروف خاصني دابا نمشي لتاهله تاهله هكا ولا تازه بحال هكا نشوف شنو غندير. ليك واصل دابا علاش انا جاي لهنا حيت دابا كاين واحد الاسبوع زاد عندي واحد ولد خالتي جديد غادي نمشيو عندو الجازه لكن مازال الاسبوع واحد شويه والله ما عرفت تلفت والله الا تلفت خوت والله يلا. الله يلا راني ساخط ما عرفتش واش جاي تسمع ولا لا تسمع تسمع خوت والله راني ساخط عييت مع ديك الكونيكسيون والو ما بغاتش دير معاها حد. المهم درت لي بجدي وصافي ما كتبتش تحت الفيديو. المهم انا جالس تحت هاد الشجره هادي او الحياة ريكس كالفوق وخلاص كيف العادة راني نمشي هكاك ومرون ما بقيتش كاع كنعتم نهائيا بالمظهر ديالي حتى ما بقيتش باغي شي واحد يبغيني على المظهر شي بحال هكا. المهم صافي ما عندي ما ندير حتى اشعار اخر. دابا ما بقيت قادر ما في غير فلوغ الا والو صافي النفسية متدمرة متحطمة متفرشيخة تنديرو الحل ان شاء الله ونكملو هاد الفلوغات. وين الخوت هانيا وليت عايش بحال شي واحد في العصر الحجري اصاحبي هنا لا ريزو ولا كونيكسيون ولا الحياه الاسطوريات اصاحبي ما كنتش كندوش انا بالما نكون فيه اونلاين اصاحبي تخيل دابا بصيت الصوره فين كنحط خاوي ومات تلقاو توحشوني اصاحبي عرفتي كنت بغيت نمشي نبارطاجي معكم واحد شوف لقطه في الفيديو شوف شي تخرب كيفاش دايره شي حاجه ما كيخص واحد الصفعه تاع لا بلا نهار دالت انا بعد واعره والله اعلم ما نشوفها هاد الارض دابا هي تسمى لي ديك بصيبة تكون فين كاين نبقى عاوتاني. ايوا دابا دابا عرفتي هاد الخوت اللي كنت سمعها متعود كل نهار تسمع كندير واحد الستار كنقول فيها مجموعة وراه 15 الله تجاوب عرفتي غادي يحفظوني بها الناس وحق الرب قبل ما تسمع واحد النهار ديال الخميس ما عقلتش كنت تلاقيت قال لي هي غادي تخلص الله تجاوب مجموعة وراه وداك الشيء. المهم صافي فيسبوك وصافي حيت فيسبوك هو اللي جاب بغيت تدور يا زعيم الله. يلا يلا تهلاو في راسكم. وانا خوتي هانيا ودابا انا محيد الكاسكيطه نكبر هاد الجناب ومشعكك وكلشي كنبان بحال ديك المصاصه اللي كطيح لك في الزربيه. دابا عرفتي محيد العصا ديال باش كندير فلوغ وداير التريبيه ثقيله والله جالس كنتريني دابا تاف حيت شنو انا بغيت نحط الكاميرا شي حاجه ما عندي كندير نحطها باش التريبي وانا فلوغي بالتريبي ومالا ونتريني ايوا هذا المكان صاحبي مش كتحبس العربيه ولا حضيه بزاف بزاف ويلي دري بي غادي نطلع تمشي اليوم نقول لكم واحد الحاجه اللي ترى خلاص السكه وي ايوا احنا في هذا الخلواني هذا كاع عندنا شي فرق نديرو شي كور في ميتراج بحال ديال زيزو عقبه قلت لكم نمشيو لتازا ياك نمشيو مجموعين مشيو كاملين مشاو
وما مشاو. اصلا جيتي انا ما كنت باغي نمشي، غير بغيت ندير لهم خاطره وما مشيتش. ديما خرجت المشكل ما بقاش فيا، ما بقاش فيا الحال اصاحبي، وما بقاش فيا الحال. علاش ما يدوش معاهم؟ علاش ما يدوش معاهم؟ لا لا عيشة الله، عيشة وعويشة الله، عيشة قنديشة ما بغي بنت شي دران اخوتي يدخل فينا، ست دران اصحي بغينا يدخل فينا ما كاينش. ايوا اش غادير؟ شوف لقطة النفق على بيتك.